وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المبالغ التي صرفت في الإنفاق على الدولة رقمها كبير نظريا، لكنها قليلة أمام حجم الاحتياجات التي تتطلبها الدولة. أنتوا بتتكلموا على 7 تريليون جنيه، وشايفين أن المبلغ ده مبلغ كبير قوي اتصرف خلال 7-8 سنين اللي فاتوا في بناء أو في إنفاق على الدولة. أنتوا تشوفوا كده 7 تريليون دول يساوي 350 مليون دولار تقريبا. الرقم ده في دول أقل مننا موازنتها قد الرقم ده على الأقل، موازنتها قد الرقم ده على الأقل، وليست لا محملة لا بديون ولا أعباء خدمة دين داخلي ولا أي حاجة. الرقم 7 تريليون ده رقم متواضع جدا، وأنا الكلام اللي بقوله ده كل الوزراء اللي قدامكم دول بيسمعوا مني يقولوا يا فندم احنا حققنا كتير. أقول لهم حقيقي انتوا عايشين على دولة تقريبا 5-6-7% عبارة عن مستطيل من الأرض من أسوان لإسكندرية، فيها 100 مليون وفيها 10 مليون مركبة. بالعلم حجم الطرق اللي الموجود مجهول عليها لازم يكون يعني يحقق الحركة على هذا المستطيل بكفاءة وسهولة على مدار اليوم، غير كده يبقى ما حققناش حاجة.